السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة، دي هو تايت، دي هو تايت اللي هو التوقيت. قبل ما نتكلم عن التوقيت الساعة، يعني لازم بنعرف الأعداد من 1 لغاية 59، عشان هقول مثلا الساعة دلوقتي 3:15، 2:42، 6:52، يبقى انا محتاج ان انا اعرف الارقام كمقدمة كده للدرس من 1 لغاية 59. نبدأ كده بالصفر، ندخله معانا 0 0. طبعا احنا خدنا الارقام قبل كده، هنسترجعهم كده بسرعة. 1 1، 2 2، 3 3، 4 4، 5 5، 6 6، 7 7، 8 8، 9 9، 10 10، 11 11، 12 12. نبدأ بقى 13، 13 13، 14 14، 15 15، 16 16، 17 17، 18 18، 19 19، 20 20، 30 30، 40 40، 50 50. عايزين مثلا نقول 45، عادي خالص، برضو اتكلمنا عليها قبل كده، يبقى 5 and 40، 45. وعملنا فيديو كامل عن الارقام فقط، ادينا بنسترجع الارقام. طيب لو قلت 25، يبقى 5 and 20. طب لو قلنا 32، هنقول طبعا الاثنين الاول 2 and 30. طيب لو قلنا 51، طبعا هنقول الواحد الاول ونحذف حرف الاس، يبقى اين اند فنف تيش. طيب ندي رقم كده ونشوف ده رقم كام. لو قلت دغاي اند دغاي تيش، دغاي اند دغاي تيش. طب لو قلنا 6 and 4 تيش، نشوف كده دغاي اند دغاي تيش، كلمة دغاي اللي هي 3 ودغاي تيش اللي هي 30، يبقى 33. 6 and 4 تيش، 6 and 4 تيش، 6 يعني 6 وفيها تيش يعني 40، يبقى 46. يبقى احنا كده عرفنا الارقام. نبدأ بقى نخش على التوقيت، هنعرفه ازاي. الاول اعرف بالاول ازاي بسأل عن التوقيت. السؤال اداة الاستفهام يعني اللي بتستخدم مع التوقيت، يعني عايز اقول له واحد الساعة كام. في عندي سؤالين، في شبيت است اس، اول سؤال في شبيت است اس، في شبيت است اس يعني الساعة كام. وفي عندي سؤال تاني، في فيل هو است اس، في شبيت است اس، في فيا اور است اس، الاثنين معناهم كم الساعة. قابلت واحد مش عارف الساعة كام، فبتسأله عن التوقيت، بسأله عن الساعة.
بقول له في شبيت است اس او في فيل اور است اس. في عندي صيغتين، في عندي صيغه رسميه وصيغه غير رسميه في الساعه. نبدا الاول بالصيغه الرسميه. في الصيغه الرسميه، بالصيغه الرسميه بنقول الارقام بالظبط، وهي الصيغه الاسهل اللي حافظ الارقام من 1 لـ59. ما عليك ان انت بتحط رقم الساعات ورقم الدقائق وبتحط في النص بينهم كلمه اور، هي دي الصيغه الرسميه. ندي مثال على الكلام ده. يعني لو قلت دلوقتي الساعه بالصيغه الرسميه 8 و5، اول حاجه بقول كلمه اس است، يبقى كلمة إس إست يعني إنها تكون أو الساعة تكون، وأكتب رقم 8 وأكتب رقم 5 وأحط بينهم كلمة أور وخلصت الدنيا. فكلمة 8 يعني إيه؟ يعني أخت، جميل جدا. طب كلمة 5 يعني إيه؟ بعيد كده فنف، وأحط بينهم كلمة أوا إس إست، أخت أوا فنف، سهلة جدا ما فيهاش أي حاجة. دي بنتكلم عن الصيغة الرسمية. طب ناخد واحدة كمان، لو قلنا الساعة 9:40 هقول إس إست زي ما اتفقنا إن الساعة، ببدأ ب إس إست 9:09 اللي هي 9. طب 40 يعني إيه؟ فيا تيش، فيا تيش، وبحط بينها بينهم كلمة اوا اسيست 9 اوا فيا تيش. طب لو قلنا الساعة 1:50 هنقول ايه؟ اسيست اين اوا، وهنتكلم دلوقتي بالمناسبه هو رقم 1 في الالماني يعني اينس، ليه ما حطيتش حرف الاس؟ هنعرفه بس واحده واحده. هنا هقولها اين بس، اسيست اين اوا، واروح كاتب كلمه 50 اللي هي فين في تسيش، فكلمه فين في تسيش اللي هي 50، اسيست اين اوا فين في تسيش. طيب ناخد واحده كمان، 12:55. طبعا واحد يقول لي مش انا ينفع اقولها مثلا الساعة دي 2:50، ينفع اقول ان الساعة دي 1:05، دي هنقولها 10:45، دي هنقولها 8:05، دي اللي هي الصيغة التانية اللي هي الصيغة الغير رسمية. انما بالصيغة الرسمية انا بكتب الارقام بحذافيرها، بكتب الارقام بالظبط. ما ينفعش ان انا اقول الساعة مثلا 8:15 2:30 كلام ده، لا انا بكتبها بالارقام بالظبط. دي بالنسبه لي الصيغه الرسميه. فهقول 12:55 اس ايست، هكتب الاول 12 وهكتب هناك 55 ونحط في النص كلمه هو، فكلمه 12 اللي هي 12. طب اكتب هناك 55 فينف und 50 ونكتب في النص كلمة هو، واضح كده؟ طيب نعكس كده، ندي ساعة والناس تقول لي الساعة دي كام. لو قلنا اس ايست دغاي هو 10، اس ايست دغاي هو 10، دي تبقى الساعة كام؟ هشوف الأول ده رقم كام؟ 3، وده رقم كام؟ 10، يبقى 3:10، مفيهاش أي حاجة خالص. طب واحدة كمان، لو قلنا
مثلا تين هو فين في تيش، تين هو فين في تيش. ادي كلمة اور اللي هي في النص اللي هي يعتبر النقطتين دول. طب التين يعني ايه؟ يعني عشرة. طب وفين في تيش؟ يعني خمسين. يبقى عشرة وخمسين دقيقة. طيب لو قلنا الف هو فيها تين، الف هو فيها تين يعني ايه الف لوحدها؟ يعني حداشر. طب وفيها تين؟ اربعتاشر. يبقى الوقت الساعة حداشر واربعتاشر دقيقة. طيب واحدة كمان، لو قلنا اخت تسين هو فنف، اخت تسين هو فنف. كلمة اخت تسين، اخت تسين اللي هي 18، وفنف اللي هي خمس. واحد يقول لي يعني كده الساعة خمسة وتمنتاشر دقيقة؟ لا، هي الساعة 18 وخمس دقايق، لأن احنا اتفقنا إن التوقيت بيكون الساعة 24، اليوم 24 ساعة. فهنا أما بخلص مثلا، يعني أنا لما أقول الساعة 1000 اللي هي 11، طب عايز أقولها 11 بالليل اللي هي تبقى 23 وهكذا. فهنا هتبقى الساعة 18 وخمسة اللي هي كام؟ اللي هي بتساوي 6 و5، بس بي ام طبعا، يعني دي بتساوي دي. طيب لو قلت تفانتيش هو تفانتيش، تفانتيش هو تفانتيش، الساعة تفانتيش هو تفانتيش. يعني ايه تفانتيش؟ يعني 20، وتفانتيش يعني 20، يعني الساعة 20 و20 دقيقة اللي هي الساعة 8 و3 اللي هي 28 دقيقة. واضح الكلام؟ كلام جميل. طيب اديكوا توقيت كده وتكتبوا لي في الكومنتات الساعة دي كام. لو قلنا دغاي هو فنف اند فيا تيش، دغاي هو فنف اند فيا تيش، تطلع الساعة دي كام؟ طيب لو قلنا الساعة نوين تين هو الف، تطلع برضو الساعة دي كام؟ يبقى تاني، يبقى انا عندي بالنسبة لي التوقيت في الصيغة الرسمية بتستخدم الدقيقة وبتستخدم الساعة وبتحط بينهم كلمة هو، سهلة ما فيهاش أي أدنى مشكلة. واضح الكلام؟ نخش على الصيغة الغير رسمية. الصيغة الغير رسمية بتتطلب مني إن أنا أعرف مجموعة من الكلمات هي اللي هتسهل لي الصيغة الغير رسمية. عشان تفهم الصيغة الرسمية الغير رسمية، عشان نفهم الصيغة الغير رسمية أركز بقى في بعض الكلمات اللي أنا هقولها. في عندي حاجة اسمها فوا. كلمة فوا يعني إلا، عارف أنت كده لما أقول لك الساعة كام دلوقتي تقول لي الساعة 8 إلا ربع، فكلمة إلا دي اللي هي إيه؟ فوا. عكسها إيه؟ عايز أقول وي، الساعة 9 و5، 8 و ربع، حاجة اسمها ناخ. يبقى كلمة ناخ يعني وي. ركز عشان تفهم، لو فهمت الكلمات دي هتبقى العملية سهلة جدا. يبقى تاني فوا إلا ناخ وي.
في عندي كلمة اسمها يعني ايه فير لوحدها؟ يعني أربعة، حط لها كلمة تل يبقى كلمة فير تل. فير تل، كلمة فير تل، فير تل يعني ربع. عايز اقول مثلا الساعة 8:15 يبقى استخدم كلمة فير تل. طب عايز اقول تلت، تفانتيش، تفانتيش، يبقى كلمة تفانتيش، تفانتيش يعني تلت. يبقى نقول تاني، فو يعني إلا، ونوخ يعني وي. فيرتل ربع، فيرتل ربع، وتسفانسيش اللي هي معناها تلت. طيب هلب، هلب كلمة هلب اللي هي معناها نص. عايز اقول الساعة 3:30، 2:30، يبقى استخدم كلمة هلب. واضح الكلام؟ كلام جميل. يبقى كده تاني، كلمة فو إلا، فو يعني إلا، ونوخ يعني وي. فيرتل، فيرتل ربع، تفانسيش تلت اللي هي 20 يعني، لأن الساعة 60 دقيقة، فتلت 60 20، يبقى تفانسيش. هلب، هلب اللي هي معناها نص. حلو الكلام. ناخد برضو بعض المصطلحات التانية في الساعة. في عندي كلمة اسمها كورتس. كلمة كورتس أصلا في الألماني معناها قصير. هنا معناها دقايق محدودة أو دقايق معدودة. فلو قلت كورتس فور يعني إلا، إلا ما يفور يعني إلا، وكلمة كورتس يعني دقايق، دقيقة اتنين تلاتة، إلا دقائق. طب لو قلت كلمة كورتس ناخ معناها وي دقائق، يبقى كورتس فور يعني إلا دقايق. يعني أقول مثلا الساعة 8 إلا دقيقة، 8 إلا دقيقتين، 8 إلا 3، 8 إلا 4 دقايق، أهم حاجة ما تكونش 5، بستخدم كورتس فور. طب لو عايز أقول وي كورتس ناخ، وي دقايق، يبقى كورتس فور وكورتس ناخ. في كلمة اسمها جلايش. جلايش، جلايش يعني أوشكت. جلايش يعني أوشكت. طيب حد يقول لي كلمة جلايش هل هي بتساوي كورتس فور ولا كورتس ناخ؟ هل هي بتساوي كورتس فور ولا كورتس ناخ؟ نفكر كده. كلمة جلايش يعني أوشكت، هل هي بتساوي إلا دقائق ولا وي دقائق؟ فكرنا. نقول بقى الإجابة، كلمة جلايش بتساوي يعني ما قلت لك مثلا أوشك مثلا الطفل أن ينام، أوشك الطفل أن ينام، يعني معناها أنه لسه ما نامش ولكن خلاص وعمال كده يسقط في النوم فخلاص هينام. فأنا لما بقول إن الساعة أوشكت على الثالثة معنى كده ان هي لسه ما جاتش 3، يعني هي 3 إلا دقيقة، 3 إلا دقيقتين. فكلمة جلايش معناها كورتس فور اللي هي معناها اوشكت. واضح الكلام؟ كلام جميل جدا. يبقى انت لو عرفت الست سبع حاجات دول يبقى انت كده فهمت الساعة الغير رسمية بنسبة 99%، لان لسه في تكات خفيفة هنقول. نقولهم تاني كده عشان نعمل كم ساعة؟ كلمة فو إلا، فو يعني إلا، ونوخ يعني وي. فير تل يعني ربع، جاي من كلمة فير. وبالمناسبة، بمناسبة كلمة تل دي، كلمة تل في الألماني، كلمة تل عارف أنت العلامة اللي يسموها إيه؟ الكسر في اللغة العربية؟ الكسرة اللي هي تمن، سبع، سدس، خمس، ربع، تمن. بقى بحط كلمة الرقم زائد كلمة تل، ولكن في الساعة ما بستخدمهاش. في الساعة ما بنستخدمهاش اللي هي كلمة تلت دي، بمعنى ان انا مثلا اديك كده يعني ايه اخت؟ يعني 8. طب لو قلت اخت معناها 8. طيب لو قلت مثلا فنف يعني ايه فنف؟ 5.
طب عايز اقول خمس فيمف تل دي كده معناها خمس تم وهكذا. واضح كده؟ كلام جميل. طبعا دي مش مجنة ولكن انا حبيت افهمك في اللغة ان كلمة تل اللي هي بتدل على الرقم الكسري تم سبع سدس عشر. طيب تعال بقى نبص كده على الصيغة الغير رسمية ونقول ازاي هنجيب. عايز اقول الساعة دلوقتي 8:10. انا مش عايزك تستغرب، مش عايزك تستغرب في الصيغة الغير رسمية. انا هكتبها الاول وعايز حد يلاحظ ايه اللي حصل. اول اولا اس است، اس است يعني انها تكون او الساعة تكون، ركز ركز، اتسين ناخ اخت، اسست تسين ناخ اخت، اسست تسين ناخ اخت. هتقول لي ايه انت اتلخبطت، وارد كلنا بنغلط مفيش اي مشكلة. هي تسين مش يعني عشرة واخت يعني تمانية؟ مش مفروض حضرتك تقول التمانية الاول وبعد كده العشرة؟ قال لك لا، في الصيغة الغير رسمية بنقدم الدقيقة عن الساعة. يعني هنا الساعة، بص اقول لك طريقة اسهل. اما تيجي تقول الصيغة الغير رسمية اللي هي بتستخدم فيها كلمة فور، والمناسبة عشان اكيد كله يسألني يقول لي طب امتى هستخدم الصيغة الرسمية وامتى هستخدم الصيغة الغير رسمية، الاتنين صح. ولكن الصيغة الرسمية جاية من معناها، يعني انا دلوقتي مثلا مسافر دولة ما، فهو هتلاقي كده في المطار مكتوب ان الطيارة هتتحرك الساعة 3:16. دي كده رسمية، رسمي، يعني انا بتعامل معاملة رسمية اللي هي الصيغة الاولانية. انت ماشي في الشارع والوقت مثلا الساعة 11:38 اللي هي مفروض ان الساعة 12:15، تمام كده؟ فانت بتقول الساعة 12:15 لان حاجة غير رسمية. ولكن لو بتتكلم بصيغة رسمية في مثلا المطارات، في محطات القطار، محطات الاتوبيس، لو بتكلم بصيغة رسمية لازم هقولها بالدقيقة بالظبط. واضح كده؟ ولكن الاتنين طبعا شغالين معانا مفيش اي ادنى مشكلة. نرجع بقى لموضوعنا. الوقت الساعة كام؟ قلنا 8:10. اقول لك طريقة سهلة جدا تفهم بيها الصيغة دي. مش انا بقول 8:10، اكتبها بالعربي 8:10. مش بالعربي بقول 8:10، بالعربي بكتب من اليمين، يعني بكتب من الشمال، اكتبها بالعربي 8:10. وتحت كل حاجة بتكتب الرقم. فهنا كلمة 10 يعني 90. طب وي يعني ايه؟ وي يعني ايه؟ يعني ناخ. طب و8 يعني ايه؟ يعني اخت. خلصت خلاص. يبقى يسست 90 ناخ اخت، اللي هي ايه بقى؟ 8:10. يبقى انا هقراها بالعكس. طيب واحدة كمان. عايزين نقول الساعة 9:45. واحد يقول لي ما هي سهلة، ما انا اقول 9:45 دي بالصيغة اللي هي الغير رسمية. انا عايز في الرسمية، انما عايز اقول بالصيغة الغير رسمية. في الصيغة الغير رسمية الساعة دي كام؟ 10:15. طب ما نقول الطريقة اللي احنا قلناها بالعربي 10، مش هي 10:15، 10:15. يبقى اول حاجة بكتب اس است، وهتكتب هنا دي ثلاث كلمات، يعني ربع 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 ايه؟ ربع يعني فيرتل، يبقى فيرتل. طب وفور يعني ايه؟ اسف، الا يعني ايه؟ الا اهي، يعني فور، هكتب هنا فور. طب وعشرة؟ تسين، اسست فيرتل فور تسين. اقرا الناحية التانية، 10:15. واضحة كده؟ واحدة كمان عايزين نقول الساعة 2:50. دي اللي هي الساعة كام؟ 3:50. 3:50 اكتبها بالعربي 3 اهي الا 10. اول حاجة هكتب اس است، الساعة تكون، هروح كاتب العشرة الاول، يعني بكتب الدقيقة الاول، بكتب الدقيقة الاول، اتسين
طب الا يعني ايه؟ يعني فور وتلاتة يعني دراي. اسيست تسين فور دراي. وبالمناسبه لازم اقراها كده، ما تجيش تقول لي هقولها دراي فور تسين، غلط. ما انت لو قلتها دراي فور تسين، طب ما تيجي نكتبها كده، يعني لو قلنا بالالماني دراي فور تسين، دي تطلع كام الساعه دي؟ دراي فور تسين. احنا قلنا كلمه فور يعني ايه؟ يعني الا، وتسين يعني 10، ودراي يعني 3، يبقى 10 الا 3 دقايق. بس الساعه كده 10 الا 3 دقايق اللي هي 9:57، صح كده؟ تمام، واضح الكلام؟ طيب ناخد جمل تاني. على يبقى انت زي ما قلت لك، عشان تفهم، عشان تفهم الصيغه الغير رسميه لازم ان انت تكون حافظ السبع كلمات اللي احنا قلناهم، نكتبهم تاني كده، لازم يكونوا قدامنا كده على السبورة. عشان فور يعني ايه؟ فور يعني الا، ناخ يعني وي، وقلنا فيرتل يعني ربع، سفانتيش يعني تلت، اهلب اللي معناها نص، وقلنا كورتس فور اللي هي الا دقائق، وكورتس ناخ و دقائق. وعندي كلمة اسمها جلايش اللي هي اوشكت. ناخد صيغة كمان، او ناخد ساعة كمان. لو قلت ثلاثة خمسة وخمسين، طبعا كل ده هنتكلم عن الصيغة الغير رسمية. ثلاثة خمسة وخمسين اللي هي كام؟ اربعة الا خمسة. اربعة اللي نكتبها بالعربي كده، اربعة الا خمسة، يبقى هو الاس ايست، خمسة يعني فينف، وفور يعني ايوه فين، فور يعني الا، واربعة يعني فيا. اس ايست فينف فور فيا. حبيت تقراها تقراها كده، اربعة الا خمسة. طيب واحدة كمان، لو قلنا الساعة تمانية، دي كام دي؟ الساعة تمانية وتلت، تمانية وتلت. نكتب بالعربي كده، تمانية وتلت، يبقى هو الإيس إيست. يعني ايه تلت؟ فين التلت؟ التلت التلت اهي، تسفانسيش، اكتب تسفانسيش. يعني وي 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 يعني ناخ، وكلمة تمانية تمانية يعني أخت. إس إس تسفانسيش ناخ أخت. يبقى أنت زي ما قلت لك في الصيغة الغير رسمية، لو عرفت كلمة فور الا، هقولها تاني بس عشان نتدرب عليها، كلمة ناخ يعني وي، كلمة فيرتل يعني ربع، سفانسيش يعني تلت، هالب اللي هي نص، كورتس فور الا دقائق، كورتس ناخ يعني وي دقائق، وكلمة جلايش اللي هي او شكت. عرفت دول يبقى انت كده فهمت الصيغة الغير رسمية بنسبة 90%. طيب لو قلنا الساعة دي كام دي؟ ركز بقى معايا في الجزئيه دي. دي كده الساعه واحده، واحده بالظبط. الساعه واحده بالظبط ممكن اكتبها بصيغتين، ركز عشان تعرف، في صيغه رسميه وفي الصيغه الغير رسميه. نخلينا في الصيغه الغير رسميه اللي احنا بنتكلم عليها، يبقى اقول اس ايست يعني انها تكون، ايوه يعني واحد يعني اينس، اس ايست اينس، خلصت. ما هو في صفار، انا هكتب ايه يعني؟ هكتب صفر؟ لا مش هكتبها. اسيست اينس. واحد يقول لي يا هير، ما انت من شويه كنت بتقول في الساعه بنحذف حرف الاس. ركز معايا، يعني مش احنا كنا بنقول، لو رجعت كده اول الفيديو كنا بنقول اسيست اين مثلا اور فومف. قال لك في الساعه واحده، الساعه واحده
لو جبت كلمة اور، لو جبت كلمة اور بعدها بتحذف حرف الاس. يعني دي كده اسيست اينس، يعني دي كده الساعة واحدة بالصيغة الغير رسمية. طب عايز اقولها بالصيغة الرسمية، يبقى هو الاس ايست اين اين بس هو. واحد مش فاهم تاني، يعني ايه واحد بالالماني؟ يعني اينس. طب امال ايه اين اور؟ ليه انت كتبتها اين اور؟ قال لك في الساعه، في الصيغه الرسميه لو حطيت كلمه اور بتشيل حرف الاس من رقم واحد، يبقى اسيست اين اور اللي هي بتساوي اسيست اينس، يبقى الاثنين بنفس المعنى، يبقى اسيست اينس بتساوي اين اور. واضحه كده ولا مش واضحه؟ تمام؟ تمام. تعالى بقى نلعب لعبة مع بعض، لعبة ذكية شوية. عايز اقول الساعة 8:30، ركز بقى عشان الالمان عندهم حاجات غريبة شوية، ما تستغربش. ها انا هكتب لك الساعة وتقول لي انت لاحظت ايه، احلها لك وتقول لي ايه اللي انت لاحظته. هقول اس ايست is east halb neun. is east halb neun يعني ايه neun؟ neun يعني ايه بالالماني؟ يعني تسعة. ايه ده، تصدق ده انا كاتبها 8:30؟ لا هي كده الصيغة صح. ما انا بقول لك عندهم حاجات غريبة الالمان. هالب نوين، هالب نوين يعني 8:30. يبقى انت في الصيغه الغير رسميه لو عايز تقول الساعه 8:30، 9:30، 10:30، 11:30، بتكتب كلمه هالب وبتحط بتزود رقم على الرقم اللي انت كاتبه. يعني مش دي 8:30، بروح كاتب 9، يبقى هالب 9. مش فاهمين؟ واحده كمان، عايز اقول الساعه 2:30، لو قلت الساعه 2:30 هقول اس ايست، لازم بحط كلمة هالب. يعني ايه هالب؟ يعني نص. هالب يعني نص. ده رقم كام؟ 2. 2 يعني ايه؟ تصفاي. اروح مديله رقم كمان، ازق له رقم كمان، يبقى هالب اتغير. مش فاهمين؟ واحدة كمان، عايزين نقول الساعة 11:30، 11:30، يبقى اقول اس ايست. طالما ونص، طالما ونص بكتب كلمة هالب. ده رقم كام؟ 11. اديله رقم، زق برجلك كده رقم كمان فوقيه بعد ال 11، 12 تبقى تسفلف. واحد مش فاهم، خد واحدة كمان، عايز اقول الساعة كام دي؟ 4:30، يبقى هقول اس ايست. في نص، في نص، يبقى هديله هالب. رقم كام ده؟ 4. برجلك كده وشوت، اكتب رقم 5، يبقى هالب فنف. يبقى كلمة هالب فنف اللي هي 4:30. هالب تسفلف، واضح كده؟ يبقى تاني، يبقى في كلمة هالب هنعمل عليها سبوت شوية. في كلمة هالب عايز أقول 8:30 بتروح مزود ساعة. بالمناسبة واحد يقول لي يا هير، طب ما احنا بنقولها بالعربي 8:30، 8:30 يعني ينفع معنى كده ان انا اكتب احط كلمة وي اللي هي ناخ؟ قال لك لا، في الساعة لا، هي صيغة كده تعرفها كده، يبقى بنحط، يبقى لو لقيت كلمة نص، لو لقيت كلمة نص بتحط كلمة هالب ولا ناخ ولا فور، وبتجيب ده رقم 8 بتكتبها 9، رقم 10 بتكتبها 11، رقم 2 بتكتبها 3. اعتقد كده واضحه، ما فيهاش اي مشكله. تمام كده؟ تمام كده. تعالى ناخد جزئيه تاني في الساعه. نكتب فور وناخ تاني؟ نكتب الشريط اللي كنا كاتبينه ولا بلاش؟ خلاص بلاش. لو قلت الساعة، طب اديكوا ساعة وعايز حد كده يفكر بدماغه يقول لي الساعة دي كام؟
لو قلت is east 5 ناخ هلب 90 تطلع كام الساعة دي؟ طب واحدة كمان is east 5 فوق هلب 5 اسيست 5 فور هالب 5 اسيست 5 ناخ هالب 90. طالما وانت بتذاكر الساعه لو لقيت كلمه هالب بص على الرقم اللي بعدها، ادي هالب بعدها رقم كام؟ 10. يبقى دي كده لوحدها يعني ايه هالب 90؟ 9 ونص. ارجع بقى مرشدين لورا، يعني ايه كلمه ناخ؟ يعني وي، و5 يعني ايه؟ يعني 5. يبقى اصبحت الساعه دي كام؟ 9 ونص و5، 9 ونص و5 اللي هي 9 35. غريبه شويه، نقولها تاني. لو لقيت كلمه هالب، قلت لك هالب مهمه جدا في اللغه الالمانيه في الساعه. لو لقيت كلمه هالب بتبص على الرقم اللي بعدها، الرقم اللي بعدها لقيته دي. واحد يقول لي طب مش احنا كنا بنزود؟ ماشي، ما الكلام ده هزود لو انا هكتبها، يعني لو مكتوبه بالارقام اما اقول هالب مثلا اروح مزود رقم، ولكن لو هي مكتوبه يبقى هنقص رقم. يعني انا هنا نقصت، مش دي 10 خليتها 9 ونص، لان انا بعكستها، عكست الصيغه. يبقى انا عندي لو لقيت كلمه يعني ايه هالب 90؟ ادي هالب اكسر الرقم اللي بعدها، ده رقم 10 تبقى 9. يبقى هالب 90 اللي هي 9 ونص. طب ناخ يعني ايه؟ يعني وي، وفينف يعني ايه؟ يعني 5. يبقى 9 ونص و5. طب تعالى هنا في هالب؟ اه في هالب. في فينف يعني ايه فينف؟ 5. يبقى هالب فينف يعني ايه؟ 4 ونص. طب اكمل، يبقى كده 4 ونص. 4 يعني ايه؟ يعني الا. و5 يعني ايه؟ 5. يبقى 4 ونص الا 5 اللي هي 4 25. طب واحده كمان، لو قلنا 5 ناخ هالب اينس، اينس ولا اين؟ اينس ولا اين؟ اينس. ليه اينس مش اين؟ عشان مفيش كلمه اور. تمام كده، يبقى فين في فناخ هالب اينس. في هالب؟ في هالب. في اينس؟ في اينس. يبقى هالب اينس يعني ايه؟ ما هي اينس يعني واحد. يبقى هالب اينس يبقى 12 ونص، دي كده 12 ونص. وناخ يعني ايه؟ يعني وي، وفنف 5. يبقى 12 ونص و5 اللي هي 12 35. واضحه كده؟ طيب طبعا بكتب هنا اس ايست يعني انها تكون او الساعه تكون. طيب لو قلت ندي كلمه واحده كمان، تسين فور هالب تفلف، تسين فور هالب تفلف. في هالب؟ في هالب. الرقم اللي بعدها تفلف يعني ايه؟ 12. طب يبقى هالب تفلف يعني ايه؟ 11 ونص. 11 ونص. ارجع ورا، فور يعني ايه؟ الا، وتسين يعني ايه؟ 10. يبقى 11 ونص الا 10. تقول لي في حاجه اسمها 11 ونص؟ اه في. اعمل اي ارقام، حط كلمه فور واضرب اي ارقام عندهم في المانيا كده، مفيش اي ادنى مشكله. يبقى دي 11 ونص الا 10 اللي هي كام؟ 11 وثلث، صح كده؟ يبقى 11 ونص اللي هي 11 30. 4 يعني الا نقص 10 دقائق. يبقى لو انت ملاحظ ان عندك الجزء اللي على الشمال ده بنكتب فيه الدقيقه، الجزء اللي على اليمين بنكتب فيه الساعه. يبقى ايس ايست 10 فور هالب 12. زي ما قلت لك الساعه من الدروس الشيقه جدا في اللغه الالمانيه، من الدروس الجميله جدا في اللغه الالمانيه. ناخد واحدة كمان، لو قلنا فنف فوا هالب سفاي، اسيست فنف فوا هالب سفاي. في هالب؟ في هالب. سفاي يعني ايه؟ يعني اتنين. يبقى هالب سفاي يعني ايه؟ واحدة ونص. فور يعني ايه؟ الا.
وفنف خمسة، يبقى واحدة ونص إلا خمسة، يبقى واحدة خمسة وعشرين. أعتقد كده وضحت، يعني إحنا بقى نشد خط، نشد خط على الجزئية دي. أديك ساعة وتقول لي دي كام. لو قلت is east courts for sieben، is east courts for sieben. طيب احنا اتفقنا دي صيغة رسمية ولا غير رسمية؟ صيغة غير رسمية عشان في فور، يبقى انت لو لقيت كلمة فور وناخ تعرف ان هي صيغة غير رسمية. كلمة فور يعني الا، طب زيبن يعني ايه؟ يبقى الساعة هنا ولا هنا؟ الساعة اليمين بالعكس، يبقى دي كده الساعة سبعة الا، كورتس يعني ايه؟ دقائق معدودة، يبقى كده الساعة سبعة الا دقايق، يعني تقريبا ستة تمانية وخمسين، ستة سبعة وخمسين، ستة تسعة وخمسين. واضح كده؟ يبقى دي كلمة كورتس فور يعني الا، الا دقائق. إيس إيست كورتس ناخ أينس، إيس إيست كورتس ناخ أينس، كلمة أينس يعني واحد وناخ يعني وي، يبقى الساعة واحدة وي دقايق، يعني هنقول مثلا الساعة واحدة ودقيقة ودقيقتين وثلاثة وممكن أربعة كمان. واضحة كده؟ يبقى كلمة كورتس استخدمت كلمة كورتس فور، استخدمنا كلمة كورتس ناخ اللي هي وي دقايق او الا دقايق. إيس إيست جلايش زكس، إيس إيست جلايش زكس. احنا اتفقنا ان كلمة جلايش يعني ايه؟ او شكت، وزكس يعني ايه؟ ست. يبقى كده الساعة كام؟ أو شكت على السادسة. يبقى جت ستة ولا لسه؟ لا لسه ما جاتش، يبقى كده الساعة خمسة وتسعة وخمسين، تمانية وخمسين، سبعة وخمسين، ستة وخمسين. واضح الكلام؟ يبقى تاني زي ما قلت لك، عشان تفهم الساعة في اللغة الألمانية لازم تعرف كلمة فور، كلمة ناخ، كلمة هالب، كلمة فيرتل، كلمة تسفانسيش، كورتس فور وكورتس ناخ. نعمل شوية تمارين كده بعد ما أخدنا الساعة. تنساش لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، اشتراك في القناة، وتفعل الجرس عشان الجديد لسه جاي، وكل جديد بيبقى فيه حاجات افضل. في شبيت است اس يعني الساعة كام، في فيل اور است اس اديك كده كام ساعة وتقول لي الساعة دي كام. لو قلنا اس است دغاي و فنف تسين، إس إست دغاي أوا فنف تسين، سيبها. إس إست هالب دغاي، إس إست هالب دغاي، إس إست زيبن أوا تسين، إس إست تسفانسيش ناخ أينس. فنف ناخ هالب دغاي، إس إست كورتس فور زكس،
5 هو 5 4 halb 12 es ist 2 Uhr 4 Tisch es ist 20 Uhr. تعال كده مع بعض نشوف ايه قصة الساعات دي، وبالمناسبة انا عامل رسمية وغير رسمية، يعني انا مخلط لك الاتنين في بعض، مش هتفرق بقى معايا رسمية ولا غير رسمية. نعرف كده اول واحدة اسيست، خلاص اتفقنا ان الساعة، بقول اسيست يعني انها تكون او الساعة تكون دغاي هو فين في تسين. مبدئيا دي صيغة رسمية ولا غير رسمية؟ في اور ولا مفيش؟ في اور تبقى صيغة رسمية، يبقى دي كده صيغة رسمية. طالما صيغة رسمية يبقى هنقراها كده عادي خالص. يعني ايه دغاي؟ يعني 3. طب فين في تسين؟ يعني 15. خلاص خلصت، يبقى 3 و15 دقيقة، مفيش أي حاجة خالص، دي اللي هي الصيغة الرسمية. يبقى الصيغة الرسمية لو أنت حافظ الأرقام من 1 ل 59 ما بتعملش أي حاجة خالص، أنت بتقرأ الأرقام فقط لا غير. إسيست هل بتغاي؟ إسيست هل بتغاي؟ دي رسمية ولا غير رسمية؟ دي كده غير رسمية، عشان مفيش قوة. في هل، في هل، دغاي يعني إيه؟ 3. يبقى الساعة كام؟ 2:30. Es ist sieben Uhr zehn. رسمية؟ رسمية. يبقى هنقراها كده. يعني ايه sieben؟ يعني 7. و 10 يعني 10، يبقى 7 و 10. Es ist 20 nach 1. 20 nach 1. رسمية ولا غير رسمية؟ غير رسمية. يبقى هنقراها من الناحية التانية. يعني ايه 1؟ يعني واحدة. وناخ يعني وي، وتسفانسيش يعني 20 او تلت، يبقى الساعة واحدة وتلت، واحدة وتلت، هنقراها كده ها؟ يبقى 21 دقيقة. إسيست فينف ناخ هالب دغاي. رسمية ولا غير؟ غير رسمية. يبقى هنقرا من هناك. هالب دغاي يعني إيه؟ هالب نص، دغاي 3، يبقى 2:30، 2:30، يبقى دي كده 2:30. ناخ وي فينف، يبقى 2:30 و5. Es ist kurz vor 6. غير رسمية. في كلمة كورتس اللي هي دقايق، دقايق معدودة يعني. كلمة 6 يعني 6، يبقى الساعة 6 إلا دقايق، يعني 5 58. يلا. Es ist 5 Uhr 50. 5 Uhr 50 رسمية. طالما رسمية هنقراها كده. 5 يعني إيه؟ يعني 5. وفينف تسيش يعني 50، يبقى الساعة 55 دقيقة، سهلة. فينف فور هالب تسفلف، يعني ايه هالب تسفلف؟ كلمة هالب يعني نص، وتسفلف يعني 12، يبقى 11:30 إلا 5. فور يعني إلا، 11:30 إلا 5، 11 25. سيست تسفاي أوا فيا تسيش، تسفاي أوا فيا تسيش، دي كده صيغة رسمية. يعني الساعة 2 فيا تسيش يعني 40، يبقى الساعة 42 دقيقة. Es ist 20 Uhr. 20 Uhr. 20 يعني 20، يعني الساعة 20. اللي هي الساعة إيه؟ الساعة 8. نختم كده، هديكوا بقى شوية توقيتات وتقولوا لي الساعة دي كام، وتكتبوا لي في الكومنتات عشان أشوف الناس فهمت ولا لأ، ويا ريت الناس تتفاعل معانا في الكومنتات عشان نطمن ان الناس فهمت الدرس. Es ist 10 vor 5. هتكتب لي كده دي الساعة كام.
رقم واحد. يبقى هتكتب لي انت في الكومنتات 1 2 3 4 وهكذا. 2 اس ايست دغاي هو فينف اوند فيا تيش. 3 اس ايست كورتس ناخ تسفلف. تطلع كام دي؟ اس ايست هالب اينس. اس ايست فنف هو 20 اس ايست تيا ناخ هالب الف. جلايش اينس اس ايست تطلع كام؟ اخت هو فنف اس ايست دغاي تين هو فنف. تطلع دي كام؟ اخر جملة اس ايست زكس هو تين. عايزك ترقم لي من 1 لـ10، تكتب لي الساعة دي كده كام. ما احنا كده فهمنا الساعة، فهمنا الصيغة الرسمية، وفهمنا الصيغة الغير رسمية. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، أتمنى إن الساعة تكون وضحت من الدروس الجميلة والواضحة جدا في اللغة الألمانية. سلام.